فتشتغل في الدنيا وما فيها عن الجنة التي موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. كم في الدنيا من المتع، كم فيها من الأموال، كم فيها من النساء، كم فيها من الحرث والأنعام، كم فيها من مناظر البهجة وغير ذلك، ما تساوي صوت في الجنة. تشتغل ما هو أقل من قيمة الصوت في الجنة أو مساحة الصوت في الجنة عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض. كيف؟ قارن. المؤمن له في الجنة زوجتان، يعني من نساء الدنيا، كل زوجة في خيمة مجوفة كذا وصفها، غير الحور العين. لأن نساء الدنيا الصالحات القانتات الحافظات الغيب يكن في الآخرة أفضل وأجمل وأكمل من الحور العين، تكون الحور العين بمثابة الوصائف. ولذلك استدل أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، يعني كثيرات في الجنة وفي النار. المقصود من هذا أنك اذكر الجنة، اذكر ما فيها من النعيم حتى ترخص عليك الدنيا، وحتى لا تنشغل بها، وحتى تنشط في طاعة الله عز وجل.